من عدمه كده. احنا دلوقتي معانا وفورا على التليفون صديقنا كما وصفناه وعضو برنامج القناه اليوم السابق ومرشح لرئاسه الجمهوريه ايضا السابق وقائد الاحتجاجات خارج مدينه الانتاج الاعلامي ضد الاعلام الاستاذ الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل. مساء الخير يا شيخ حازم. اهلا وسهلا، مساء النور. انا مش عارف اسمعك كويس. انا معاك دقيقة رشوان وفي يعني الاستوديو موجود الاستاذ عمرو اديب والاستاذ محمد شردي. اهلا اهلا. ده ايه ده؟ دي كده كوكبه خطيره. خطيره بالمعنى الايجابي ولا السلبي؟ خطيره بالمعنى الثوري. الثوري عظيم، يعني احنا كلنا في معسكر الثوره، فلما اذا الاحتجاج يا شيخ حازم؟ لا 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 ما اقصدش كده، انا قصدي يعني يا ثوره بعضنا على بعض يعني. شيخ حازم اتفضل. انت واقف عندك ليه؟ انا واقف عندي لانه الممارسة السياسية عندما تتطور إلى متوالية جرائم جنائية يجب أن احنا نعتبرها نسميها باسمها الصحيح. لا يمكن أن تكون ممارسة المظاهرات مثلا أو الاعتصامات أو كده لأن ممارسة سياسية. لما تتحول إلى متوالية حرائق ومتوالية قتل وجرح وضرب وحياز مواد مفرقعة ومولوتوف وترويع وتهديد واقتحام مؤسسات، كل حاجة من دي جريمة جنائية مسمى وموجودة في قانون العقوبات. صحيح. أنا كسياسي عندما أجد هذا زي ما بتعمل جبهة الإنقاذ وأفضل أدعو بكرة إلى مظاهرات ثاني وبعده إلى مظاهرات ثالث وبعده إلى مظاهرات رابع، وأنا شايف إن كل ما الناس بينزلوا بتحصل جريمة حريقة، جريمة قتل، جريمة كده، يبقى أنا مش بأمارس عمل سياسي، ده أنا كده أبقى ضالع في جريمة جنائية إما عن قصد وإما عن غير قصد، وأنا بغسل جرائم المرتكب الجرائم. عشان كده استقرار الدستوري لمصر هو المهدد الآن. فإذا ما زال الخطر على القصور الجمهورية وعلى المؤسسات الدستورية صدقني لا حاجة بنا إلى أن نقف ولا للحظة، وخصوصا أن احنا اخترنا مكان بعيد جدا عن أنه يحصل تشابه. أنا ده المكان اللي بسأل عليه. أنا متفق معك يا شيخ حازم وأنت رجل قانون في تكييفك لأي جريمة كجريمة، وأن طبعا مكانها الطبيعي هو ساحات النيابة والإدعاء والتحقيق والقضاء، لكن هو سؤالي ايه علاقة هذا بوقوف الشيخ حازم مع الاحباب انصاره ورفع صور وهتافات وتفسيق البعض والجنوح احيانا الى تكفيرهم، ما بقولش استخدامه لكن التفسيق على الاقل. لا هذا لم يحدث، هذا يعني كلام تتقولون به علينا. لا انا بتساءل. يعني الرجل الطيب اللي قاعد جنبي عمرو اديب ده انا حقيقه ما خدتش يعني قسط كبير من الـ من الـ من الـ من الهتافات، لكن عمرو اديب خد قسط كبير. هو عمرو اديب ده مثلا وانا هو بتكلم معاه مباشره اهو يعني، وراجل اصلا بيني وبينه علاقه قديمه يمكن تكون من اقدم الاعلاميين اللي اعرفهم من زمان وهو يعلم هذا. صحيح. ومع ذلك هل انا اللي اعيبه على عمرو اديب هو، ومعلش يا استاذ عمرو اسمح لي يعني، هل اللي انا بعيبه عليه ان هو يعارض؟ بالعكس انا عايزه لو سمحت يا استاذ عمرو اديب عارض، ولو سمحت فند، ولو سمحت استخدم المنطق، ولو سمحت اختلف مع الدكتور مرسي، ولو سمحت استمر، لكني اعيبه عليه امرين. الامر الاولاني، وعفوا ارجوك انا بعتذر مقدما، مجاوزة حد الادب دائما. والامر الثاني هو يعني الجنوح الى اسقاط هيبة المؤسسات الدولة. ما فيش حد يسلك مؤسسة هيبة المؤسسات بهذه الطريقة، دي اصبحت مسألة انه عايز يخلي قدر الدولة مستباح على يهينها علنا. وبالتالي انا بقول له لو سمحت عارض زيادة، اعمل معروف وانتقد اكتر وبهدل الفكر الاسلامي السياسي، شد حيلك اكتر وانا اجي لك كمان. وانت عارف ان انا لما جيت في حلقة اتكلم معايا بهذه الصورة هو والاخ يعني ابن الحبيب الاستاذ مصطفى شردي الله يرحمه، لما اتكلم يعني وجيت وكل حاجة، ومع ذلك لا يفسد هذا الود قضية. فبقول لهم شدوا حيلكم، انما انك تقعد تتكلم بحيث انك تعايزني استرخص رئيس الجمهوريه واسترخص مؤسسات الدوله، لا دي مساله بقى خلق وقيم واحنا اولاد اصول، ما ينفعش الكلام ده. يا شيخ حازم، من هذا يا شيخ حازم، السلام عليكم ورحمه الله.
يا اهلا بالاستاذ عمرو اديب وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انت عايزين نقعد قعده حلوه يا استاذ عمرو. هنقعد قعده حلوه اكيد، ما انت قريب مننا يا اخي، تعالى ما انا دعيتك تخش معانا هنا ونقعد قعده حلوه. ليه قاعد في البرد بره؟ انا شيخ دي واحده لو سمحت. انا مش قادر اتبين الصوت على فكره. انا عايز اقول لحضرتك لو ان قناه الاوربت ارادت ان ترسل كاميرا وميكروفون عليها اسمها وانا موجود فانا كفيل بانها لابد ان تمارس دورها الاعلامي وهذا واجبها وحق على كل الناس، والتعرض لها يخصم من شرف من يتعرض. وده وانتوا اي قناه سي بي سي والنهار وان تي في وكل القنوات هذا، انما كلهم بيخطئوا لا شك. انما يا شيخ حازم اتفضل، انا مش قادر اتبين الصوت. اما حضرتك بتتكلم بس مش لما هتكلم حضرتك مش هتسمعني جدا. جدا ما انا عارف جدا. لو الصوت عندي هنا عرف تسمع. امتى انا قلت ادبي على الرئيس؟ طب ايه رايك بقى ان نخلي السؤال والجواب ده في حكم الناس وخلاص؟ لا انا بسال حضرتك، ما انا عايزك تقول ما هو البينه على من ادعى. حضرتك بتقول لي انا بتجاوز في الادب ضد الرئيس، امتى؟ خلاص انا هطلع انصح وهسحب الكلام ده واسيبه في ذمه الناس. لا يا شيخ حازم، حضرتك قلت ان انا تجاوزت في الادب على الرئيس، انا عايز اعرف امتى لما قلت له ايه. خليها ما بدل ما يبقى حازم ابو اسماعيل قال وعمرو اديب اجاب، خلي الحوار ده خلي الناس هي التي تقيم. هل يا ترى مثل هذا هذه العبارات، وعلى فكره يقدروا الناس يجمعوها يا فندم. اختار لي يا دكتور يا شيخ حازم عشان اتعلم بس واعرف الكلمات اللي ممكن استخدمها والكلمات اللي مش ممكن استخدمها. حضرتك عارف ان احنا بنعارض وان احنا بنفند وانا عايز وان احنا ما بنخافش من حد، وان انا كل يوم حاجي شغلي هنا لان ربنا قال لي ان انا لازم اتقن عملي وادخل عملي مهما كان في ناس واقفه قدام البوابه، وهدخل كل يوم. انا بس بسال حضرتك. هو ده شهاده للي واقفين بره. انا بقول لا، ما اللي واقفين بره اللي واقفين بره يا فندم كانوا قافلين بوابه امبارح والنهارده قافلين بوابه تانية. وجايز يقفلوا كل البوابات، ما انت عارف ان الوضع. طب هدخل ازاي لما يقفلوا كل البوابات؟ وهل من الحكمه هذه الايام يا شيخ حازم؟ الاجابه زي ما موظفي اصل الاتحاديه بيدخلوا. ايوه يعني انت الشيء اللي انت مش موافق عليه في الاتحاديه بتعمله هنا؟ ما انا بقول لحضرتك انه لا يعني اللي حضرتك رفضته في الاتحاديه بتطبقه هنا؟ لا هو ان شاء الله طالما المؤسسات الدستوريه امنه ومصونه فكل مكان باذن الله مصون وامن. طب وليه مدينه الانتاج رهينه قدام الاتحاديه؟ يعني حضرتك ادلب بتصريح قلت ايه؟ ان لو حد دخل الاتحاديه احنا هنخش مدينه الانتاج. لا شك انه اذا لمس قصر الاتحاديه فمش قرار مني ولا من حضرتك وانما في وجدان شعبي. لا شك انه كل مكان صار مهددا. مش عايز يعني مهددا ايه ده في الاسلام ده مولانا؟ ان انا قاعد جوه الاستوديو بتاعي رهينه لافعال بيعملها حد تاني؟ اولا انت عارف يا استاذ عمرو انه يعني انا الان بعتبر حضرتك يعني مثلا حضرتك غير الاستاذ عماد ربما وانتوا شقيقين، انا بعتبر حضرتك خصم للفكره الاسلاميه مش للتيار الاسلامي السياسي. لا 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 حضرتك يعني ده تقديرك، انما حضرتك مش من حقك ان انت تقول ان انا ضد الاسلام او مع الاسلام. لا 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 لان انا ملياش اي حاجه. ما انا هسالك برضو لما قلت ايه؟ امتى انا قلت حاجه ضد الاسلام؟ انا بقول لحضرتك هتقول لي برضه نسيبها للناس مش كده؟ ما انا بقول لحضرتك ده انا بقول لك ده انا بعتبر دي فكرتي اللي جايه تطلع غلط قبل ما جايه تطلع. طب شيخ حازم يا شيخ حازم ما هو حضرتك لازم كل ما تقول حاجه تثبتها. لما انا قلت ايه ضد الاسلام او انا لما عرضت ايه في الاسلام؟ طيب خلاص انا والله ممكن اخلي يعني الجماعة عندنا يراجعوا كويس. لا الجماعة عند حضرتك لو تتفرج عليهم في القنوات اللي تابعة لحضرتك والمؤيدة لحضرتك هتسمع الألفاظ اللي بيقولوها بالليل، وما أظنش إن حضرتك موافق على إن الألفاظ دي تتقال من شيوخ مسلمين من محطات حضرتك بتساندها وبتحترمها. أستاذ عمرو أنت دايما بتقول كلام الله يخليك يا رب، بالنسبة لي أنا خليك بس على مهلك عليا، دايما بتقول كلام مش حاصل. انا ما عنديش قنوات تابعه ليا،
طب قول المؤيده. المؤيده ليك يا اخي، يعني هي قناه الحافظ دي لم تكن مؤيده ليك في يوم من الايام؟ قناه ايه؟ الحافظ. قناه الحافظ دي مش تابعه ليا، ما اعرفش عنها حاجه، ده انا ما عنديش وقت اتفرج عليها اساسا. شوف حضرتك ما بتعرفش اي حاجه من اللي بيقولوها عن الناس كل يوم، الطريقه اللي بيتكلم بيها ما يسمى بالتيار الاسلامي هناك. ايه رايك، ايه رايك اجاوبك اجابه من اروع ما يكون؟ بحب الاجابات انا اللي من اروع ما يكون. اي خطا يقع منهم فهو بالنسبه لي انا، انا اندد بيه اضعافها، اندد باخطاء الاخرين بما فيها لو في الفاظ غير لائقه، بما فيها لو في تجاوز في الطريقه. طب ما تجيلنا يا شيخ حازم بدل ما انت قاعد، لا انت سامعنا ولا احنا سامعينك. طيب ما انا هجيلك يوم تاني، انا دلوقتي في المعمعه مش عندنا غزوات. انا عايز اعرف ايه المعمعه؟ ده احنا جوه المدينه دول خمس تنفار، معمعه ايه؟ المعمعه هي الاستقرار والامن. لا انا بتكلم حضرتك ايه المجهود، ليه مدينه الانتاج؟ الناس اللي جوه المدينه دول 10 تنفار. استاذ عمرو اسمح لي وانا بعتذر لك برضو مقدما، انتم خطر على الامن الدستوري لهذه البلد. عظيم. ايوه ليه؟ شيخ حازم، شيخ حازم، الناس دول سبب يا شيخ حازم، هي كلها اتهامات مش حازم. خلاص انا باعتباري خطر كما تقول، هل ما اعرفش انا خطر برضه ولا لا؟ شيخ حازم انا طبعا ما فيش قدامي تلفزيون. لا انا ضياء رشوان معاك يا شيخ حازم. انا يا دكتور ضياء، هل انا طبعا خطر ولا اجيب يعني ابقى حاضر عن الاستاذ عمرو اديب الخطر؟ اترافع عن نفسي ولا اترافع عنه؟ شوف اي، اذا كان منكم اي واحد من يدفع الى استمرار نزول المظاهرات برغم انها يوميا تسفر عن حرائق وقتل عزيم. وضرب وجرح، تمام، فلا شك انه يجب ان احنا نساله. أنا موافق. أنا موافق. أنا موافق. أنا موافق تماما. أنا بالتأكيد لا عمرو أديب ولا أنا ولا أي إعلامي يرأس تنظيما. ولا إحنا دعينا زي ما دعا الدكتور سعد الكتاتني بنفسه، هو رئيس حزب الحرية والعدالة، والدكتور محمود غزلان باعتباره متحدث رسمي لجماعة الإخوان المسلمين إلى التظاهر. هل يا ترى ما تراه إحراق ونزول الناس للمظاهرات خطأ؟ يا ترى الخطأ على من أصحاب التنظيمات والأحزاب ولا على الإعلاميين؟ حيا الله اللي بيوصفوا اللي حاصل. الإعلاميون ضالعون في مسألة التثوير لا شك، وضالعون بلا أدنى شك في مسألة التهييج، لأنهم الفعل الأصلي مين؟ الفعل الأصلي مين يا شيخ؟ أنت بتقول ضالعون يقوم بالحرق. لا الفعل الأصلي مين؟ هو الذي أمسك المسدس اللي دعا ولا اللي روج للدعاية بحسب قولك؟ الفاعل الذي مش اللي دعا، الفاعل الاصلي ومن امسك بالمسدس وقتل. خلاص يبقى احنا الاعلاميين امسكنا مسدسات؟ الشيخ هل الاعلاميين امسكوا مسدسات؟ استاذي الضالع هو من يشارك الفارع الاصلي. من الفاعل الاصلي اللي دعا المظاهرات والاحزاب الاسلاميه وقوى اخرى بتسمى مدنيه؟ هذا غير صحيح، هذا تلبيس. الدكتور كتاتني دعا رسميا. لا انا بكلم حضرتك عن المظاهرات التي تضمنت هذا القتل، يعني مثلا القتلى من الاخوان المسلمين. لا احنا مش بنتكلم على القتلى دلوقتي، بنتكلم على من دعا. انا ماشي معاك خطوه خطوه، انت بتقول اللي بيدعو للتظاهر المظاهرات هي السبب. اهلا اهلا وسهلا، اهلا وسهلا، حياك الله لا مؤاخذه. فضل. انا مش قادر استرسل يا استاذي والله. طب يا شيخ حازم احنا مستنيينك في يوم تاني ان شاء الله عندنا. أوي أوي ما انت موجود عندنا كل يوم. ده انا يمكن ندخل عندكم مثلا. انت عايز امتى؟ يمكن تلاقي الناس دي كلها دخلت عندكم في المساء. يا رب يا سيدي نوروا. اهلا واشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. نجهز اكل ولا شاي؟ ولا تفرق معايا. حازم شاي ولا اكل نجهزه؟ وكم واحد معاك؟ ان شاء الله مش هيحصل، ان شاء الله تكونوا امنين يا رب العالمين. ولا نخاف يا شيخ حازم، ده ربنا هو اللي وقع كل شيء. اهو كده كما وعدتني. ولا نخاف، نهرب من قدر الله لقدر الله. شيخ حازم كما وعدتني في المكالمه، بكره تكون معانا ان شاء الله؟ لا ما اقدرش اقول بكره، انا الوعد قائم، لكن انا ما اعرفش انا بكره هكون فين. الله اعلم فعلا. كلنا بكره هنكون فين؟ ننتظرك امتى يا شيخ حازم؟ اي يوم انت موجود كل يوم يا شيخ حازم، اي يوم تبقى فاضي تعال لنا. حاضر هتلاقيني عند معاك ان شاء الله، واسعد بيك واشرب اجمل المشروب واقعد معاك قعده. بس يا شيخ حازم انا عايز احملك امانه. انا اقول لك بقى عشان انا يعني عايز احملك امانه قبل ما تقفل. انا مش هقفل، انا بس عايز يا شيخ حازم. انا عايز احملك امانه.
انا مش هقفل، بس انا عايز اقول لك انا عايز احملك امانه بس في الاخر. طب قول. لو اي اعلامي حصل له اي حاجه في رقبتك. لا يا فندم انا موافق على اضعاف كده كمان، ما يهمكش. لا يعني مش في الدنيا، ما تخوفنيش. مش في الدنيا، ما تخوفكش. لا لا في الاخر. هو انا هو انا مش بحملك امانه يا شيخ حازم؟ الله. شوف يا استاذ، اذا لمست المؤسسات الدستوريه لا احد يعرف. شيخ حازم وانا مالي انا في المؤسسات الدستوريه؟ انا مالي واروح بيتك يا مولانا. شيخ حازم مفيش علاقه يا شيخ حازم. بقول لك صراحه، شيخ حازم ليست حمل لان تحرقوها. رب العباد ماذا قال يا شيخ حازم؟ استاذ عمرو المساله مش لا انا ضياء، انا ضياء يا شيخ حازم. رب العباد الموضوع مش رب العباد أقال أقال رب العباد أن وزارة تنتظر وزارة أخرى؟ خلاص اجتنب الفتنة. رب العباد شيخ حازم اجتنب الفتنة. إذا نزلت مع هل تزري وزارة وزارة أخرى شيخ حازم؟ الإجابة نعم. نزل مع أهل الوزر يتحمل معهم. احنا هنا في استوديو. مين قالك ان احنا اهل الوزر؟ في الاستوديو. انت سمعتني انا بقول للناس نزلوا ولعوا في البلد. انت اللسان، انتم الالسنه الحداد. لا لازم لازم حضرتك تجيب عينه برضه وتثبت اللي حضرتك بتقوله. انا بص، انا بعرض وانا عرضت هذا الكلام ان انا مستعد. هم مش عايزين مثلا يتحاوروا مع رئيس الجمهوريه وحش، طلع اعلان دستوري وحش. خلاص انت بتكلمني انا ليه؟ ده غريبه جدا. اسمعني، انا عرضت ولا زلت اعرض وساظل اعرض ان انا الذي اقوم بهذا الدور بينهم الاثنين وتتحل المساله على اساس تجنيبا لحرق البلاد. نفس الكلام بقوله لحضرتك. اذا ما ابى القنوات التي نعرف شانها والابواق الاعلاميه الا انها تقعد تنفخ وتنفث عشان الدنيا تتحرق، يبقى عليهم ان يعلموا ان هذا الحريق مرتد اليهم. ده سلاح اعلامي، واحنا مش مستعدين تحرقوا البلد. لا احنا ما بنحرقش البلد. محدش بيحرق البلد. محدش بيحرق البلد. وحضرتك لازم تجيب دليل على الكلام ده يا شيخ حازم. الدليل واضح، انتم ما دمتم تشجعون الناس على تواصل. مين لما قلنا ايه؟ انت مع المظاهرات ولا ضدها؟ لما انا مع التظاهر السلمي. هو ده سلمي؟ انا مع يا اخي انا مال لو طلع سلمي انا معاه. مش سلمي طريقه القضاء ويتحبسوا. لا لا يبقى تقول كده، تقول اما وقد اتضح ان التظاهر ليس سلمي. لا 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 لا، وانا حار الشهاده وراك شيخ حازم. بقول لحضرتك انا موقفي ايه من اول يوم واضح. لا لا لا، هات لي كلمه واحده انا دعيت فيها الحريق او دعيت فيها الاعتداء حد على حد. اسمعني للاخر. اذا انا النهارده دلوقتي قفلت، انت قول للناس، انا بعلن اهو انه اذا انا وقد اتضح فعلا امبارح واول امبارح واول 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 اول ان التظاهر يسفر عن حرق وقتل وجرح، فانا ضد الدعوة للتظاهر ميدان التحرير والاتحادية وما الى ذلك، لانه ثبت انه يسفر. وش معنى ما الى ذلك؟ وما قلتش ليه بقية المواقع الرحيم او رابع العدوية؟ قولوا بقية المواقع. قول كمان. احنا قلنا الكلام ده يا مولانا، انت اللي ما بتسمعناش. حضرتك بس ما بتسمعناش. انا بقول لك هات لي دليل، وانت عندك اصحابك كتير، لما تجيلنا هات الدليل اللي انا قلت فيه انزلوا ولعوا في البلد، او ان انا عايز الناس تتظاهر ضد بعض. هات الدليل معاك يا دكتور ضياء واستاذ عمرو واستاذ شادي. انا اهو انا بتحداكم وبوعدكم، اذا انتوا دلوقتي قلتوا بعباره مستقيمه هذا الكلام، انا بوعدكم ان انا الذي ساتولى نشر. لا انا ما بيتعرضش علي عرض يا شيخ حازم. شيخ حازم انا مش خايف، ولو هتخش دلوقتي تولع فينا برضه انا مش خايف. انا ما بقولش الكلام عشان انت طالبه، احنا قايلين الكلام ده من خمس ست ايام من غير ما نكرره وراك، وانا ما بتهددش. والله انا ساراجع العباره. إذا راجع العباره لو سمحت. ما بنخافش. اذا ما وجدت ان هناك بالفعل، انت حضرتك انت بتقول مش النهارده، امبارح واول امبارح واول حضرتك طلع لي جمله واحده اتقال فيها الكلام ده، وحضرتك طلع لي كلمه واحده اهنت انا فيها الرئيس. هات الكلام وتعالى لنا. ما انا قلت لك احنا مش بتوع مظاهرات ولا يفط، احنا شغلتنا الكلمه يا شيخ حازم. حضرتك اما تنورنا هنا هات برهانك معاك. شفت ازاي؟ علشان انت مش عايز تقول العباره فبتحاول تفكر. لا لا دي واحده، ما اقولش العباره تحت التهديد يا شيخ حازم. احنا هنا مش في التقيه، احنا هنا مش في احد احد. انت حر بقى. انت شيخ حازم، شيخ حازم حر. تبين وانا مش خايف، واعمل اللي انت عايزه يا شيخ حازم. عفوا انا ضياء رشوان معاك. اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، واعمل اللي انت عايزه. شيخ حازم، شيخ حازم، شيخ حازم عفوا عفوا، ضياء رشوان معاك. شيخ حازم لو سمحت، احنا
انا اتهكم. يا شيخ حازم لو سمحت، ما تقوله يا صديقي العزيز يكاد يقترب من الاستتابه، وانت لست امام مرتدين. شيخ حازم خفف الوقت، انت ما تقوله يكاد يصل الى الاستتابه، استتابه مرتد. هل والعياذ بالله انت تقصد هذا؟ ده انت اللي بتقول كده. لا انت بتقول قول على الهوا. انا هقول لك اللي بنقوله على الهوا يا شيخ حازم. انت بتقول كده. انا هقول لك اللي بنقوله على الهوا. هقول لك بنقوله على الهوا. دكتور ضياء، انا هقول لحضرتك انت طلبت مني اقول. انا هقول دكتور ضياء، انت تطور الكلام بما لم اقوله، علشان انا لم اقل هذا. طيب انا هقول لك اللي انت عايز تطلبه نسمعه. ماذا خسرت يا شيخ حازم؟ انتوا تطورون الكلام علشان تخرجوه عن حقيقته. لا لا يا جماعه، انا محمد شردي معاك. قول لنا انت ماذا خسرت؟ انا ايه؟ انا محمد شردي معاك. اهلا بيك يا استاذ محمد. اهلا بيك. الله يخليك. ممكن تقول لنا كنت تقصد ايه؟ لان هو نظر الى الكلام اللي حضرتك قلته لنا دلوقتي زي ما الاستاذ ضياء قال كده، وكانك يعني بتعمل استتابه لنا. لا انا بقول لحضرتك انا مش بستتيبك ولا بألزمك، وانت حر تماما، وممكن ترفض كلامي ويبقى كلامي غلط وانت اللي صح. كل ده موجود، ما يعني ما انا ولا عندي قدسيه ولا عندي مش كله. لا عندك ناس واقفه بره، عندك ناس واقفه بره. لو عايز تتحاور معايا وتناقشني تيجي رجل لرجل، مش بالناس اللي واقفه بره. مش عايز اتحاور معاك ولا ناقشك انا. يا شيخ حازم، يا شيخ حازم، انا ضياء رشوان مره اخرى. يا دكتور ضياء انا مش عايز اتحاور ولا ناقش، انا عندي حريقه على باب القصر الجمهوري. طيب انا موافق يا شيخ حازم. انت واقف في المكان الغلط يا شيخ حازم. يا شيخ حازم احنا اتفقنا، اولا تعال خلينا نتفق بالراحه. احنا قلنا ولا تزري وازرة وزر اخرى، هل ده كلام صحيح ولا غلط؟ ده صحيح، عشان كده قلت لك اخرج من الوزر. عظيم عظيم. القاعدة الثانية، احنا بنتكلم في اصول الفقه دلوقتي. البينة على ما ادعى واليمين على ما انكر. اين البينة على ان هناك حريق في القصر الجمهوري واحنا السبب فيه؟ بفاعل اخر موجود في مدينة الاعلام. يا خبر ابيض. لا خبر ابيض جدا. بس انت البينه ليه؟ لانه اللي بيحدث يا شيخ حازم قد تراق فيه دماء. انا ما فهمتش، انت بتقول اين البينه على ان القصر الجمهوري عنده حريق؟ لا، على ان هناك صله بين اي شيء يحدث خارج المدينه، مدينه اكتوبر دي، وهذه الاحداث. لا لا، الصله دي مش شغله حضرتك، الصله دي شغله من يقررها. عظيم. انا عشان كده قدامي قانون العقوبات يا شيخ حازم، وانت راجل قانون. انا هقول لك بس جملتين في دي. انا افضل اواصل، بس انا بذل جهد فظيع عشان اقدر اسمعك. لا بقول لك انا امامي قانون العقوبات الكتاب الثاني، وانت رجل قانون. انا ناقش قانون لما لا انا اقصد من يطبق هذه العقوبات على من اخطا. قانون عقوبات الباب الثاني، الكتاب الثاني، حضرتك عارف في الباب التاسع، اسف عفوا، الباب التاسع بيقول ايه؟ مقاومه الحكام وعدم الامتثال لاوامرهم والتعدي عليهم بالسب وغيره. طب ما تستخدمه يا شيخ حازم واحبس اللي انت عايزه، والعقوبه بتصل لثلاث سنوات. لا لا لا، الكلام ده من الناحيه القانونيه غلط. اللي هو ايه؟ اللي هو اللي حضرتك بتقترحه ده مش بقترح انا، ده نص قانون العقوبات وعنوان الباب. بقول لحضرتك انت نظرتك للنص دي غلط، دي مش هو ده النص. مش يعني اصل ما اقدرش اناقشك فيه دلوقتي في الحاله دي، انما انا لما اجي لك سؤال تاني تحت طائله قضيه، لما تحت طائله اي قانون يا شيخ حازم، تحت طائله اي قانون في مصر نقع نحن وما هو منسوب الينا. لما يجي الشيخ حازم مش هيعرف المناقشه كده، مش نافعه. احنا قاعدين بس جت السؤال ده بس يا شيخ حازم. لما يجي الشيخ حازم ان شاء الله نتكلم في هذا الموضوع. سمعنا شيخ حازم. شيخ حازم بنشكرك شكرا جزيلا، عايزين مداخله. يسعدني جدا ان شاء الله، واحنا في انتظارك ان شاء الله اي وقت. انت موجود كل يوم ان شاء الله، تنورنا اي يوم. اكرر في النهايه يعني تحيه لكل الدكتور ضياء رشوان والاستاذ عمرو اديب والاستاذ محمد شربي وعلى عيني وراسي يعني. شكرا ليك يا فندم. شكرا ليك. ربنا يرفعك في البرد. خلينا نطلع فاصل اعلاني ونرجع تاني.